بعد ربنا سبحانه وتعالى كان الفضل ليكم في بناء مستشفى 57357 لعلاج أورام الأطفال، من بدايتها في تخطيطها في تصميمها في دراستها ولحد دلوقتي كل لحظة فيها بنستخدم العلم في خدمة الحياة. النهاردة بقت مؤسسة طبية وعلمية متكاملة بعد إرادة ربنا بالعلم. شوفي مئات وألاف الأطفال، وكل يوم بنقطع خطوات في مشوار بحث أسباب المرض، وبنبحث ليل نهار في علاج فعال أكتر، وبنتدرب وبنجهز كوادر وبنتعلم كل يوم أكتر، وبنتوسع وبنكبر. بعد توفيق ربنا بالعلم هنوصل بإذن الله لمعدلات الشفاء العالمية اللي قربنا لها أكتر وأكتر. مؤسسة 57357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، ومن العلم حياة.